يقول: مجموعة من الأصدقاء وضعوا شرطا للذي يغتاب ومن يسانده في الغيبة أن يدفع ريالين، هو والذي يسانده لباقي الأصدقاء أو يأخذ أحدهم هذا المال ويتصدق به على الفقراء. إيش؟ مجموعة من الأصدقاء وضعوا شرطا بينهم للذي يغتاب ومن يسانده في الغيبة أن يدفع ريالين، هو والذي يسانده لباقي الأصدقاء أو يأخذ أحدهم هذا المال ويتصدق به على الفقراء، هل يجوز ذلك؟ يعني يستثمرون الغيبة، يأخذون عليها دراهم. من قال هذا؟ عليهم أنهم ينهون عن الغيبة ويمنعونها في مجالسهم وينكرون على المغتابين.